اليوم إدانة حزب الله هي ما فينا اليوم نرجع منكرر نقول المحكمة الخاصة بلبنان لا يجوز لها إدانة مجموعات أو أحزاب أو دول، هي بالدين أفراد بتكون اسمها واضح وصادر بقرار الاتهامة، وبالتالي اليوم محاكمة أو محاسبة حزب الله من خلال المحكمة الدولية بشكل علني ومباشر هذا شغلة أكيد مستحيلة وغير جائزة، وإنما اليوم مجرد أن يكون في أفراد تابعة لهذه المنظمة أو لهذا الحزب أو لهذه المجموعة بتدل بالسياسة بشكل لا يقبل الشك أنه له ضلوع بمكان ما بعملية الاغتيال. هلأ اليوم بدك تشوف هل هناك تسوية سياسية على دم الشهيد الرئيس رفيق الحريري، هل رح يكون في نوع من تسوية سياسية أو رح يكون في عدالة، العدالة المنشودة اللي دفعنا حقها كشعب لبناني وكمجتمع مئات الملايين من الدولارات لحتى يكون في إنصاف وعدالة ضمن هذا الإطار، هل رح نقدر نوصل له؟ سؤال كتير كبير. هذا الشيء رح يكون أكيد برسم أولا تيار المستقبل وثانيا بيد الرئيس سعد الحريري للإجابة عنه إذا رح يكون في من تسوية أم لا سيريد الاقتصاص من الفاعلين والمرتكبين.